في حديث العرب من مصر، أيقونة مصرية وعالمية في عالم الطب. يتواصل الحوار مع الكبار. المركز ده بيخدم الجميع سواسية مجانا. تجربة استثنائية وحوار مختلف ورمز كبير. لازم نحسن ظروف العمل، لازم نحسن المرتبات، لازم نحسن تدريب هؤلاء. وعن تحديات التعليم الجامعي في مصر، أهم عنصر في العملية التعليمية هو المعلم. الجامعات هي مصدر البحث العلمي. حلقة جديدة وتجربة فريدة عن العلم، عن المستقبل، عن المجتمع الذي يقوم على المعرفة. العالم والجراح المصري الأستاذ الدكتور محمد غنيم في حديث العرب من مصر، الليلة 7 مساء على قناة مصر الأولى.